باكستان يا جيوش باكستان هيا لحكم القرآن هيا لحكم القرآن يا أمة الملايين يا أمة الملايين حبوا لنصرة الدين حبوا لنصرة الدين يا أقصانا يا أسير يا أقصانا يا أسير أبشر أبشر بالتحرير أبشر أبشر بالتحرير أين الإنصار خليفة المسلمين أيهون عليكم مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلسه اليهود برجسهم اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا احتلوا بيت المقدس رسول الله يستصرخكم فماذا أنتم فاعلون وهذا المسجد الأقصى يستنصركم فهل أنتم ملبون يا جيش باكستان أمريكا تسخركم لقتل إخوانكم أمريكا تسعى لتدميركم أمريكا هي عدوكم فخلصوا أنفسكم من التبعية لها هذا نداء حزب التحرير إليكم أن أقيموا الخلافة واسحبوا بجيشكم الجبار إلى بيت المسجد وإنكم أهل لتنالوا شرف تحرير أيها المسلمون للجزائر والمغرب أرض الشهداء أجيبوا داعي الله ولبوا نداء الأقصى تنبض العلمانية والضلال أزيلوا الحدود التي بينكم واجتمعوا على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله